نحن لقينا هنا في فروضاني، هنا المكان يسمى فروضاني، وعندنا قصر السلطاني، كل من السلاطين العماني كانوا يعملون هنا إلى آخر يعني 1964. هنا انتقل الملك يعني السلطان جمشيد بن عبد الله مع عياله وأسرته. استمر السلاطين العمانيين في زنجبار حوالي 12 سلطان تعاقبوا على حكم زنجبار مئات السنين، عام 1687 تقريبا إلى 1964. هذا العام مفصلي في تاريخ زنجبار، لأنه قامت فيه الثورة الزنجبارية، يقولون أفريقيا للأفارقة، واستهدفوا العرب في هذه الثورة، فقتل من العرب يعني أقل التقديرات تقول 5000 وأعلاها 20000، مذبحة قامت ضد العرب وتطهير في هذه الجزيرة. والسبب هو تحريض البريطانيين، لأن البريطانيين أيضا كانوا يريدون أن يحلوا في محل العرب وفعلوا ذلك. السلطان غادر 1964، السلطان جمشيد آخر سلطان عماني في زنجبار، ركب السفينة وذهب إلى الهند، ثم عاد إلى ثم بعد سنتين ما الله أي نعم عاد إلى عمان، وهو الآن يعيش بسبب ما مات يعني سلطان الأخير.